ثينك جونيور. تحكم في مشاعرك كوالد. ليس هناك شك في ذلك، فأحيانا يكون كونك أبا أمرا صعبا للغاية. من الصعب ألا تشعر بالتوتر والتعب والقلق بسبب العديد من المطالب والتحديات الخاصة بتربية الأطفال الصغار. لذلك، فإن إيجاد طرق لإدارة عواطفك كوالد حتى تتمكن من الاستجابة بهدوء بدلا من الرد على طفلك في لحظات التوتر هذه يمكن أن يكون مهارة مفيدة. هنا، سوف نستكشف كيف يمكن لإيجاد طرق لإدارة عواطفك أن يساعدك أنت وطفلك في لحظات التوتر والتحدي تلك. معالجة التوتر. ضع في اعتبارك تلك اللحظة عندما يتجاهل طفلك تعليماتك. يأتي ذلك أحياناً بعد يوم شاق في العمل عندما تكون محاطاً بآخرين تخشى أنهم قد يحكمون على قدراتك كوالد. مجهد. عندما نشعر بالتوتر، تتوتر عضلاتنا، وتقل قدرتنا على تحدي أنماط تفكيرنا غير المفيد. نتيجة لذلك، نشعر بالذعر والقلق. لذا فإن إيجاد طرق لإدارة التوتر يمكن أن يكون مفيدا. نموذج المعاملات للضغط هو عملية بسيطة تساعدك على موازنة المطالب الملقاة عليك مع القدرة على الإدارة. الخطوة الأولى هي التقييم الأساسي. حدد مصدر التوتر، أي قم بتسمية التحدي. الخطوة التالية هي التقييم الثانوي، لسرد الموارد المتاحة لنا في الاستجابة. ألقي نظرة طويلة وصادقة على المهارات والمواقف والأساليب التي تكون بارعاً فيها بالفعل، والموارد المتاحة لك. يتيح لك ذلك بعد ذلك تحديد ما يجب تغييره بحيث تفي مواردك بمستوى التحدي. كيف يمكنك معالجة أسباب التوتر في حياتك وحياة طفلك؟ كيف يمكنك إيجاد طرق لتقليل التحدي؟ أو يمكنك حشد موارد إضافية ودعم لمواجهة التحدي؟ من خلال التحكم في التوتر بهذه الطريقة، يمكنك إدارة استجاباتك العاطفية بشكل أفضل. تجنب خطر السعي إلى الكمال. عندما نشعر بالضغط، قد يكون من الصعب تقييم ما إذا كانت الطرق التي تفاعلنا بها مع طفلنا جيدة بما يكفي بشكل واقعي. يمكن أن يغذي هذا الموقف من الكمال. لذلك، قد يكون من المفيد أن تفهم بشكل أفضل ما يعنيه الخير الكافي لعائلتك. خذ وقتا للتفكير إذا كنت تحمل أي معتقدات وأنماط تفكير غير معقولة عن نفسك. على سبيل المثال، هل تخبر نفسك أنه لا يجب أن تشعر أبداً بالضيق أو الإحباط تجاه طفلك؟ تساءل عما إذا كان هذا الاعتقاد واقعياً أو مجرد نتاج للكمالية. يتيح لك إدراك ما يعنيه الخير الكافي لك ولعائلتك ممارسة اللطف الذاتي عندما تشعر بالتوتر والعاطفة. استمر بالتنفس. التنفس هو نظام الدعم الأساسي لدينا. في أوقات التوتر والصعوبة، يمكن أن يؤدي التركيز على التنفس إلى استعادة الشعور بالقدرة الداخلية والهدوء مما يساعدك على البقاء منظماً وثابتاً. يمكنك ممارسة تمارين التنفس المتعددة. بالنسبة للعديد من الأشخاص، يكفي مجرد أخذ 5 أنفاس طويلة وبطيئة من خلال أنوفهم لتوفير لحظة من الهدوء. يساعدك التنفس الواعي على قضاء بعض الوقت في إدارة مشاعرك وتحريك جسمك جسدياً من استجابة القتال والطيران إلى حالة أكثر هدوءاً. للتلخيص، هذه الأساليب كلها طرق يمكنك من خلالها دعم نفسك في تلك اللحظات العصيبة كوالد. الخبر السار هو أنك لن تستفيد منها فحسب، بل ستقدم لطفلك أيضاً مثالاً على التنظيم العاطفي الذي يمكن أن يلهمه ويدعمه برفاهيته العاطفية. الآباء الذين يتمتعون بالهدوء هم أكثر عرضة لإنجاب أطفال هادين. الآن، بعض النقاط المهمة. أولاً، قد يكون من المجهد أن تكون والداً للأطفال الصغار. 2. إن معالجة التوتر، وتجنب موقف الكمال، واستخدام تقنيات التنفس المهدئة كلها طرق يمكننا من خلالها دعم رفاهيتنا العاطفية. 3. الآباء والأمهات الذين لديهم مستويات عالية من التنظيم العاطفي هم أكثر قدرة على الاستجابة بهدوء للأطفال في أوقات التوتر بدلا من الاستجابة من موقف الضغط. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا. أمل أن تكون قد استمتعت بالفيديو.